السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، هنتكلم النهاردة على فحص البول. ليه بنعمل تحليل البول؟ تحليل البول هو فحص فيزيائي وكيميائي وميكروسكوب لقياس أشياء مختلفة أو إيض الخلايا أو وجود بكتيريا أو مشاكل في الكلى أو خلايا صديدية بتدل على إيه؟ الالتهاب. بتشوف إيه في اليورين؟ بنشوف بروتين، بنشوف بيليروبين، بنشوف كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، بنشوف كريستالات، بنشوف بكتيريا. بنشتغل التحليل إزاي؟ بنعمل فحص فيزيائي للبول والتعكير، بنشوف فحص الكيماويات وطبعا زي الجلوكوز، وميكروسكوبك اكزامينيشن اللي هو للكريستالات، ده كان ماكروسكوبك، في مايكروسكوبك اللي هو للكريستالات والار بي سيز والكاست والبكتيريا. ايه هي التولز اللي بنستخدمها في اليورين سامبل؟ طبعا بنجيب بنكون عندنا القاب معقم، جلوفز، وكمان دبستاك، وطبعا حاجه لغسيل الايد، وبنجيب تويلت بيبر. بنجيب القاب وبنكتب عليها كل الانفورميشن بتاع البيشنت، تاريخ دخوله واسمه بالكامل ووقت ما دخل للمستشفى. بعد كده هنبدا نعمل ماكروسكوبيك اكزامينيشن اللي هو الكلر والكلاريتي بتاع اليورين والريحه. طبعا الكلر لو كان اصفر يبقى نورمال، لو كان ريد او بينك يبقى فيه نزيف، لو كان براون يبقى فيه بايل بيجمنتس او مايوجلوبين. الكلاريتي لو كان كلير يبقى مفيش مشكلة، لو كان كلاودي يعني في شوائب يعني في مشكلة عندنا، لو كان بقى توربيد يعني معتم خالص يبقى في مشكلة في النفرتيك سيندروم. كمان الأوفسنس اللي الريحة لو كانت أوفسنس يعني كريحة، لو كانت سويت يعني الراجل ده عنده سكر. كفر لبال يلو إلى يلو إلى يلو أو ترانسبيرنت أو دارك يلو، ده طبعا يعني غامق ما بيسحبش ميه، او لو كان ريدش او براون يبقى في مشكله، لازم ناخد بالنا من الالوان كويس جدا. بعد كده هنشوف التوربت، هل هو توربت ولا مش توربت. التوربيديتي بقى كلير يعني شفاف، نقدر نشوف اللي وراه. سلايتلي كلاودي ده يعني شويه متعكر، كلاودي يعني متعكر. طبعا التربت ده متعكر خالص يعني ده اقصى درجة. بعد كده هنبدأ نفحص بالدبستيك. الدبستيك بنجيبه بعد كده بنحطه في اليورين سامبل، وبعدين بنحطه هوريزونتال، وبعد كده بنبدأ ان احنا نشوف الالوان وبنعمل لها ماتشنج مع الـ العلبة. طبعا بنشوف البي اتش وبنقدر نشوف لو في ار بي سيز، لو في بليروبنز، لو في نيتريت، ده كله بيظهر على الدبستيك وبنبدا نقارن. تمام.